السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وليدات الثالثة إعدادي، تمرين مهم جدا في الدرس ديال ليزيكواسيون، المعادلات. غادي نخدموا ليكزارسيس دو في لاباج 56 من الكتاب ديال مونغرو لابو. المعادلات زوينين، غادي نحاولوا نديروا الحل ديالهم إن شاء الله. دونك ريزودغ ليزيكواسيون سويفونت، دائما تقريبا نفس السؤال، حل المعادلات. دونك غادي نخدموا هذه المعادلات، عندنا خمسة ديال المعادلات، غادي نحاولوا نديروا الحل ديالهم. نبداو بالمعادلة الأولى. دونك المعادلة الأولى عندنا 2x موان 3 موان 3، عندنا القوس هنا، باردون، 3 موان 4x بليس 11 إيغال 7 بليس 5 فاكتور دو x بليس 3 ou bien moins 3 pardon. واضح. دونك هادي هي ليكواسيون اللي عندنا، غنديرو الحل ديالها. دونك اول حاجه غادي نحاولو نسامبليفيو ونبسطو ما امكن هاد لي نومبر هادو. دونك هنا عندي 2 اكس، غنخلي دائما لي زانكوني في الطرف الاول. دونك هنا ندير سيت هادي 2 اكس، هنا عندي موان افون لي بارونتيز، دونك جو شونج لي سين انتر لي بارونتيز، 3 غتولي موان 3، موان 4 اكس غتولي بليس 4 اكس، بليس 11 غادي نحولها للطرف الثاني غتولي موان 11. هنا عندي بليس 7، هنا عندي الملتيبليكاسيون دونك الأسبقية للضرب. دونك غندير 5 فوا اكس هي 5 اكس موان 5 فوا 3 هي 15. واضح. دونك هنا عندي 2 اكس بليس 4 اكس هي 6 اكس، هنا عندي بليس 5 اكس غنحولها غتولي موان 5 اكس، هنا غادي نحسب موان 3 غنحولها غتولي بليس 3، هنا موان 11 بليس 4 هي موان 4، عندي هنا موان 15. دونك 6 اكس موان 5 اكس غتعطينا اكس، هنا عندي بليس 3 موان 4 هي موان زا، موان زا موان 15 هي موان 16. دونك x égale moins 16. Donc moins 16 هو la moins 16 هو la solution de cette équation. Donc c'est la solution de cette équation. Et moins 16. واضح. Donc بنفس الطريقة غادي نخدمو لي زوطخ ايكواسيون. عندنا ليكواسيون دو، عندنا 4 فاكتور دو 3 موان اكس بليس 7 ايغال 2 اكس موان 3 فاكتور دو اكس موان 5 بليس 5 باردون. ردوا البال فاش تكونوا تكتبوا في العمليات، حاولوا تردوا البال بزاف، راه كيوقعوا اخطاء، تقدر تخلط هنا كيف ما غلطت انا، تقدر دير في بلاصه زائد ناقص وتبقى خدام ويكون عندك الجواب صحيح، ولكن انت اصلا نقلتي العمليه خاطئه، راه اكيد غيكون عندك الجواب مخالف وغيكون عندك الجواب خطأ. حاولوا تنقلوا العمليه وتاكدوا منها. دونك عندي 4 في 3 ناقص اكس زائد 7 تساوي 2 اكس ناقص 3 عامل اكس زائد 5 ناقص اكس. اذا هذه هي ليكواسيون اللي عندنا. دونك غنديروا دابا simplification، نبسطو ما امكن. هنا غندير ديفلوبمون، 4 فوا 3 هي 12 موان 4 فوا اكس 4 اكس، هنا عندي بليس 7 غنحولها غتولي موان 7، هنا عندي 2 اكس غنحولها غتولي موان 2 اكس، هنا غادي نديفلوبي موان 3 فوا اكس هي موان 3 اكس، موان 3 فوا 5 هي موان 15، هنا عندي موان اكس غنحولها تولي بليس اكس. دونك ما خليش ليها المره الجايه ونحولها، ماشي مشكل. دونك هنا عندي موان 4 اكس موان 2 اكس هي موان 6 اكس، هنا عندي موان اكس غنحولها ولا موان 3 اكس موان اكس هي موان 4 اكس غنحولها غتولي بليس 4 اكس ايغال، هنا عندي موان 7 موان 15 هي موان 7 بليس 15 غادي تعطينا 22، هنا 12 غنحولها غتولي موان 12. واضح.
Donc, on a moins 6x plus 4x, il y a moins 12x, égale. On a un d moins 12 moins, moins 22 moins 12, il y a moins 2 plus 2, 4, 2 plus 1, 3. Donc, on a un d moins moins, donc je simplifie. غادي نختزل بهاد ناقص، يعني بحال ضربت في موانزا ليكواسيون كاملة، نضرب هنا في ناقص وهنا في ناقص غتولي زائد. دونك إلا بغيت إكس دابا شنو غندير؟ غندير إكس إيكال، كنشد هاد العدد وكنقسمو على المعامل ديال إكس، يعني بحال قسمت هنا على جوج وقسمت هنا على جوج، جوج غتمشي مع جوج وتبقى لي إكس، وغتبقى لنا هنا 34 على جوج. دونك إكس هي 34 على جوج، 3 على جوج واحد. لو ريست 1 14 سير 2 غتعطينا 7، دونك اكس ايغال 17. ونكتب لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون، ولا نكتب 17 اي لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون. ندوز ليكواسيون سويفونت، عندنا 3x موان 7x بليس 2 إيكال موان 5x موان 4 فاكتور دو 2 موان x. دونك هادي هي ليكواسيون التالتة. 3x ناقص 7x ناقص 5x، دونك مزيان. دونك يعني سيتادير 3x غنخليه هنا. هنا عندي ناقص قبل الأقواس، نغير الإشارة. هنا 7x غتولي موان 7x بليس 2 غتولي موان 2. هنا عندي موان 5x غنحولها غتولي بليس 5x إيكال. غندير ديفلوبمون، موان 4 فوا 2 هي موان 8، موان اي موان 4 في موان اكس موان في موان غتعطينا بليس، و 4 فوا اكس هي 4 اكس. دونك هنا 3 اكس موان 7 اكس غتعطينا موان 4 اكس. منساش هاد بليس 5 اكس مازال محسبتهاش. بليس 4 اكس غنحولها غتولي موان 4 اكس ايكال. هنا بقات عندنا موان 8، غنحول عندها موان 2 غتولي بليس 2. دونك هنا عندنا موان 4 اكس بليس 5 اكس هي اكس، اكس موان 4 اكس هي موان 3 اكس، موان 8 بليس 2 هي موان 6. دونك هنا موان فاش نلقى ناقص ناقص نشطب عليها تولي زائد، واضح؟ دونك اكس ايكال 6 سيغ 3. فاش نوصل ل ا اكس ايكال بي كندير اكس ايكال بي سيغ ا، هاد العدد نقسمو على الفاكتور دو اكس. دونك اكس ايكال 6 سيغ 3 2. دونك لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي 2. واضح؟ واضح جدا. اللي ما فهمش حاجة يخليها لي في التعليقات، وندوزو ليكواسيون نيميرو 4. دونك عندنا موان 2 فاكتور دو 3 موان اكس بليس 7 فاكتور دو 3 موان 2 اكس ايغال 7 اكس موان 2. هنا غادي نسامبليفيي، نبسط، ننشر ونبسط. هنا غادي ندير ديفلوبمون، عاد نبسط من بعد. دونك هنا عندي موان 2 فوا 3 موان 6، موان 2 في موان اكس موان في موان غتعطينا بليس، 2 فوا اكس هي 2 اكس. هنا عاوتاني 7 فوا 3 21، موان 7 فوا 2 14 اكس. هنا عندي 7 اكس غنحولها غتولي موان 7 اكس، وتبقى ايكال موان 2.
موان دو نخليوها في الطرف الثاني. عفوا هنا غادي نحسب، هنا عندي دوز اكس موان كاتر كاتوز اكس غتعطينا موان دوز اكس، موان دوز اكس بقاتنا موان سات اكس ما حسبناهاش. هنا عندي موان سيس بليس فانتايا غادي تعطينا يعني 21 نقصو منها ستة شحال، غتعطينا 15. عفوا 15 غنحولها للطرف الثاني غتولي ناقص 15 موان 15. هنا عندي موان دو، واضح؟ دونك هنا موان دوز موان سات غتعطينا موان 19 اكس، وهنا موان 15 موان دو غادي تعطينا موان 17. دونك غادي نحاول نراجع شوية. هنا قلنا جوج اكس نقصناها من 14 اكس غتعطينا موان 12، هنا عندنا 21 ناقص 6 غتعطينا 15، غنحولوها موان 15. دونك مزيان، هنا غادي نختزل عندي ناقص ناقص كيف ما قلنا. دونك اكس ايكال 17 سير 19، فاش يخرجوا لكم النتائج بحال هكا شي اعداد اللي ما باينينش بحال هنا 17 على 19، حاولوا تاكدوا مزيان من العمليه حيت تقدروا تكونوا غالطين، حيت غالبا الاعداد كيعطيهم لكم بساط. الا عطاكم شي عدد مخربق بحال هكا حاول تراجع، لقيتي داكشي اللي درتي راه هو هذاك صافي، راه غتخلي لهم كيف ما هي ماشي مشكل. دونك غادي نكتب 17 سير 19 اي لا سوليسيون. De cette équation. واضح واضح. ندوزو ليكواسيون الاخرى. هادي موان 3 فاكتور دو اكس موان 3 بلس 6 اكس ايغال موان 5 اكس بلس 9. دونك هذه هي المعادلة اللي عندنا هنا. نفس الطريقة موان 3 فوا اكس موان 3 اكس موان 3 فوا موان 3 غادي تعطينا بلس 9، موا في موا غتعطينا زائد 3 في 3 تسعود. عندي بلوس 6 اكس موا 5 اكس غنحولها غتولي بلوس 5 اكس، هنا غتبقى عندنا 9. دونك موا 3 بلوس 6 اكس غادي تعطينا 3 اكس، بحال 6 اكس نقص منها 3 اكس غتعطينا 3 اكس، عاد هاد زائد 5 اكس ايغال هنا عندي ناف، هاد ناف غنحولها تولي موان ناف. ولا مباشرة عندي هنا زائد تسعود هنا وزائد تسعود هنا نقدر نشطب عليهم، ولا نحولها راه غتولي تسعود ناقص تسعود راه هي صفر. دونك هنا عندي تخوا اكس باردون غادي نحسبها، تخوا اكس بليس سانك اكس غادي تعطينا ويت اكس ايغال زيرو. دونك الا بغيت اكس شنو غندير؟ نفس الطريقه غندير صفر على 8، دائما هذا العدد كنقسمو على فاكتور دو اكس 0 سير 8. دونك اكس ايغال صفر على اي عدد راه كيعطينا صفر، واضح؟ دونك صفر هو لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. دونك لا سوليسيون دو cette équation est 0. إذن هكا كملنا ليكزارسيس دو، نتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح. ما تنساوش لايك الفيديو، كومونتير، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.